حضراتكم شايفينه هناك ده السور الحديدي الخاص بالكوبري مكسور، وده نتيجة انحراف السيارة وخبط في المكان اللي حضراتكم شايفينه ده، وطبعا وقعت في النيل. طبعا يعني موجود من الصبح الساعة 11 صباحا موجودين يعني حملات الإنقاذ أو البحث النهري موجودين في المكان منذ وقوع الحادث، ومنذ يعني علمهم ان في مشكلة ما. طبعا في يعني حملات كبيرة جدا ومحاولات كبيرة جدا من الانقاذ موجودة، سواء كان عن رجال الشرطة الموجودين فوق الكوبري اللي هم عاملين يعني جهد كبير جدا في يمشي وعدم تسبب كرات مروري بسبب الناس الموجودة. طبعا الناس موجودة بتشاهد وكلهم بيدعوا يعني على قلب يعني كلمة واحدة هي يا رب الناس تكون بخير، يا رب نعرف يطلعوا، يا رب ما يكونش في خسائر كبيرة في الأرواح. إن لسه لحد الآن ما فيش أي معلومات عن الحادث. طبعا بنقول لحضراتكم ان يعني في اقاويل كتيره تضارب بين الناس، سواء كانت شهود العيان او الناس اللي كانت اللي موجوده المارين، قالوا ان يعني ده سياره ملاكي، والبعض الاخر قال ده عربيه، والاخر البعض الاخر قال ان هي يعني سياره ميكروباص قادمه من خط رمسيس وانحرفت عن اتجاهها، وكانت يعني النيل هو يعني مسوها الاخير الموجوده ده. يعني برضو لسه يعني الحاجات الخاصه بالحادث، سواء كانت الـ يعني السرعه ده نتيجه السقوط ده نتيجه سرعه في على الطريق، او نتيجه مثلا ان السواق كان في حاجه معينه، لسه ما thank you.